السلام عليكم. اليوم نروحوا للولايه تاع بسكرة لنقف على شعبة التمور في ولاية بسكرة، واللي يعني الكمية الهائلة تاع الأشجار اللي فوق 7 ملايين شجرة في ولاية بسكرة. إذا نروح نشوف هذا الفيديو عن شعبة التمور وجني التمور، المشاكل اللي تعاني منها، وكذلك الآفاق تاع تصدير التمور اللي تعد واحدة من أجود الأنواع التمور في العالم، دقلة نور اللي معروفة ولاية بسكرة بهذا الدقلة. إذن بدون إطالة نخليكم تتابعوا هذا الفيديو عن شعبة التمور في الجزائر وبالخصوص في ولاية بسكرة، والسلام عليكم. بينا نعرفوا يعني موسم جني تاع التمور هذا السنة مع رئيس الغرفة الولائية الحاج مسعود، يعني يحكي لنا شوية على واقع ومستقبل يعني هذه الشعبة المهمة في هذه الولاية. احنا ولاية بسكرة احنا حوالي 400 ملايين و700 ألف نخلة مع ولاية ولد جلال الآن، والمساحة كل عام تزيد. حقيقة السنة صح وضع خاص هذا العام، لأن كيما درجة الحرارة مرتفعة، كم اليوم تشوفوا شحال درجة الحرارة، وبدأت من يعني من شهر جوان أثرت بصح الكمية ما شاء الله، الكمية كاينة هذا العام أحسن من السنة الماضية، لأن التمر في الحقيقة أواخر أكتوبر نوفمبر باش يطيب. السنة درجة الحرارة هذه اللي أثرت شوية كبيرة، بقات النوعية تكون شوية نسبيا قليلة، يكون تمر جاف مش معناها أنه ما يتباعش، بالعكس يتباع، ولكنها تكون السعر نتاعو نسبيا يكون معقول. كاين أماكن اللي عندهم منتوج لاباس به، وخاصة في جناين اللي الزراعة قريبة من بعضها، يكون ميكرو كليما هذيك هي. احنا دوك الاشكاليه اللي مطرح هي الاراضي، ما عندش كاينه حتى الاماكن اللي فيها اللي كاينه اراضي دركا عن البريمات هذاك تاع السارق، وهذيك كاينه اشكاليه شويه في المياه، لان كما تعرف من سنوات ما نزلش الامطار، وبالتالي الماء كل يوم راهو ينقص، وهذا الخوف. احنا دوك الابار كل من ابار سطحيه يعني 300 400 متر الأمطار ما نزلتش، وبالتالي كل عام ينزل مستوى المياه، كل عام الناس راهي تعاود تحفر، وعندنا كاين صعوبات كثيرة في رخص تاع التنقيب اللي ما عندوش وثائق، يعني كاين ناس كثير اللي عندهم الصعوبات، رغم أن الدولة الولاية هذا العام هذا خفت الضغوطات مقارنة بالسنوات اللي كانت، ولكنها تبقى دائما كاين عندها صعوبات، سيرتو اللي عندهم آبار القديمة وما عندهمش رخص كاين عندهم صعوبات. ولاد جلال هي العاصمة نتاع التمر والأرض، هي الدوسن. الدوسن يعني ما شاء الله دركا راهي عدت ولاية، بصح بالنسبة لينا احنا دائما ما دام ما عندهمش غرفة احنا دائما نتكلموا عليها. ولاد جلال بكري تعاني، ودارت الدولة قداه المشروع الآبار العميقة هذوك، وحدة نجحت ولكنها ما تكفيش، الناس راهي كل توسع، وزيد حتى ولاد جلال كولايه جات على الواد هذاك الواد جدي، اذا ما جاش هذيك العبار وهذيك ما تعمرش، وبالتالي كل عام راهم ثاني حتى وما عندهم مشكل، هو بالخصوص عنده مشاكل كبيره في المياه. ابو فروه ما عادش كي نقولوا احنا كي يدخل التمر يدخل السكر ما عادش تكون، ولكن هي أثرت نوعا ما، رغم أن المجهودات كبيرة للفلاحة دواء، وحتى الدولة دوات مثلا الدولة دوات 1,200,000 نخلة، وزعت الدواء للفلاحين الصغار. بقات هذا العام هذا كانت بنسبة كبيرة لأن درجة الحرارة، هي عندها علاقة بدرجة الحرارة والغبار هذا.
الشجرة المباركة اللي يتكلم عنها ربي في القرآن الكريم، وهذا مصدر، وهذا مصدق يعني. إحنا لو كان نرجعوا للوراء هذه مصدر وجود هالناس وهذه الواحات، بفضل النخلة عمرت هالبلاد وعدت الناس ساكنة فيها وعايشة منها. إذن هي الأساس نتاع تعمير هذا الصحاري، وبالتالي لازم نحافظوا على النخلة، نحافظوا على وجودنا ومستقبلنا.